حسم الإنجليزي جون تيري موقفه من تدريب فريق شباب السعودي خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب الهولندي مارسيل كايزر. وفتحت إدارة نادي الشباب مفاوضات مع جون تيري والذي يعمل في الوقت الحالي مستشارا في أكاديمية نادي تشيلسي لإقناعه بتدريب الفريق هذا الموسم. ووفقا لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية فإن جون تيري وافق شفهيا على العرض المقدم من نادي الشباب لتدريب الفريق، وقد تشهد الساعات المقبلة تطورات إيجابية بتوقيعه على عقود انتقاله إلى دوري الروشن. وكان نادي الشباب قد أعلن في الساعات الماضية إقالة المدرب الهولندي مارسيل كايزر من تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج هذا الموسم، ويحتل الفريق الشباب المركز قبل الأخير في مسابقة دور الروشن السعودي للمحترفين برصيد نقطتين فقط من التعادل في مواجهتين وخسارة 3 مباريات أخرى، وهو ما دفع الإدارة لسرعة إقالة المدرب الهولندي مارسيل كايزر من منصبه. وسيتم تعيين تيري مدربا للفريق في الساعات القليلة القادمة. جون تيري يعتبر الأكثر تتويجا في تاريخ تشيلسي، وكان لاعب كرة قدم محترف إنجليزي يلعب في مركز قلب الدفاع، ولعب لصالح نادي تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما أن جون تيري كان كابتن المنتخب الإنجليزي في فترتين، الأولى منذ أوت 2006 إلى فيفري 2010، والثانية من مارس 2011 إلى فيفري 2012. رشح جون تيري لجائزة مدافع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في السنة في عام 2005 و 2008 و 2009، وأدرج في تشكيلة العام لمدة 5 مواسم متتالية من 2005 إلى 2009، وكان اسمه أيضا في تشكيلة كل النجوم لكأس العالم 2006، وهو اللاعب الإنجليزي الوحيد الذي دخل التشكيلة. يعتبر جون تيري أيضا الأكثر نجاحا بعد أن قادهم إلى 3 ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز و4 كؤوس الاتحاد الإنجليزي و2 من كؤوس الكابيتال ودوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي، وهو واحد من 5 لاعبين الذين ظهروا لأكثر من 500 مباراة مع نادي تشيلسي، وأيضا أعلى مدافع لنادي تشيلسي تسجيلا للأهداف. كان جون تيري مدافعا قويا وثابتا وبدنيا، وكان معروفا بأسلوبه الصارم الذي لا هواد فيه في اللعب. كان يلعب عادة كقلب الدفاع على الرغم من أنه بدأ في البداية اللعب كلاعب خط وسط في شبابه. مدافع طويل القامة بارع في الهواء مما مكنه من الدفاع عن الكرات العرضية والكرات العالية بفعالية، كما جعله يشكل تهديدا لفريقه في منطقة جزاء الخصم رغم دوره الدفاعي. قرر القائد التاريخي لنادي تشيلسي جون تيري يوم الأحد 22 جويليا 2018 اعتزال كرة القدم نهائيا في سن 88 عاما بعد مسيرة دامت 20 عاما قضى أغلبها في صفوف النادي اللندني الذي تقمص ألوانه منذ سنة 1998 ليتجه للعمل الإداري ومن ثم لعالم التدريب.